مشاهدي الكرام، نعتذر عن هذا الخلل الفني. إلى مدينة أكري مراسلنا محمد هركي يطلعنا على آخر المستجدات الصحية هناك. أهلا بك يا محمد، تفضل لك الكلمة. نعم، مساء الخير لكم زملائي في الاستوديو. يعني رغم الإجراءات الوقائية المشددة، رغم المتابعات في المدينة والنواحي والقرى، إلى أن مدينة أكري تشهد شبه يوميا إصابات بفيروس كورونا. يعني خلال 24 ساعة الماضية سجلت مدينة أكري 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا. هذه الإصابات توزعت على القرى والنواحي وأيضا بعض الأحياء هنا في وسط المدينة، ليرتفع العدد الكلي إلى 360 مصابا بفيروس كورونا، منهم 4 وفيات فقط في مدينة أكري. يعني اللجان التابعة لخلية الأزمة ما زالت متابعة لكل شاردة وواردة ولكل صغيرة وكبيرة هنا في مدينة أكري، ودائما التجديد على لبس الكمامة في مدينة أكري وأيضا النواحي والقرى التابعة للمدينة. أيضا هناك بعض الأشخاص يعني يتم حجرهم منزليا، يعني ويتابع من قبل مديرية صحة مدينة أكري هنا في المدينة. فهذا الجلمة موجود حتى الآن هنا عن فيروس كورونا في مدينة أكري. محمد هركي من أكري، شكرا لانضمامك إلينا. ونعود إلى مراسلنا مصطفى سلمان ليحدثنا عن الوضع العام في المدينة في ظل جائحة كورونا. نعم مصطفى، تفضل. مساء الخير. مرحبا شيلان. يعني وزارة الصحة في إقليم كردستان اليوم سجل لأول مرة تسجل عدد حالات شفاء يفوق عدد حالات الإصابة منذ أن بدأ تفشي الفيروس حتى الآن. إذ سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان أكثر من 560 حالة شفاء، يقابل ذلك 548 حالة إصابة بفيروس كورونا في عموم محافظات إقليم كردستان. بلغ عدد الإصابات في عموم محافظات إقليم كردستان حتى الآن أكثر من 27 ألف حالة إصابة. عدد حالات الوفيات اجتاز الألف حالة وفاة، 1007 حالات تقريبا. يعني وزارة الصحة ما زالت تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق والأماكن العامة. يعني هناك أيضا يعني موضوع يتعلق بأحياء الشعار الحسينية في إقليم كردستان. اليوم ستكون هناك وقفة لإحياء الشعار في إقليم كردستان. هيئة الشعائر نظمت وقفة خاصة لهذا الموضوع كما تجري العادة في كل عام في إقليم كردستان شيلان. الأسواق في عموم محافظات إقليم كردستان تشهد حركة جيدة منذ أن عادت السلطات في إقليم كردستان فتح السيطرات مجددا أمام الراغبين بدخول إقليم كردستان. وهذا الخبر يعني يخص الشركات السياحية جيلان، إذ قررت هيئة السياحة في إقليم كردستان بعد اجتماعات جرت مع خلية الأزمة في إقليم كردستان إعادة فتح الطرق أمام الحركة السياحية التي منعت لأشهر عدة منذ أن بدأت الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في إقليم كردستان. يوم غد ستسمح السلطات بإدخال الجروبات السياحية والشركات السياحية إلى إقليم كردستان لبدء الموسم السياحي بوقت متأخر جدا في إقليم كردستان كما هو معلوم. يعني موسم السياحة شارف على الانتهاء، لكن يعني الخطط كانت موضوعة من قبل هيئة السياحة، يعني التنظيم الذي جرى خلال فترة الشتاء الماضي لم يأتي كله بسبب جائحة كورونا، لكن هذه الأيام ربما ستشهد يعني انفراجة سريعة. ويعني هناك توقعات بزيادة أعداد السياح إلى إقليم كردستان الراغبين بدخول إلى إقليم كردستان والاصطياف في مصايف إقليم كردستان في كل محافظات الإقليم. لا توجد حتى الآن إحصائيات يعني، لكن يوم غد ستبدأ هيئة السياحة
بفتح كافة السيطرة وفتح كافة مصايف أقليم كردستان. نعم مصطفى، بما أنك موجود الآن في مركز مدينة أربيل قريب من القلعة، يعني من السوق الموجود في أربيل، وبما أنه فتحت السيطرات أمام السائحين، كيف ترى المواطنين في التعايش مع هذا الفيروس؟ كيف ترى المواطنين؟ هل هم مقيدين بالتعليمات الصحية؟ يعني شيلان، لا نقول أن الكل التزم بالإجراءات الوقائية في إقليم كردستان، لكن ربما تشاهدين الآن يعني عدد ليس بقليل منهم يرتدي الكمامات، يعني أصحاب العربات الأسواق، إن كان الزميل المصور قد ينقل الصورة الآن، حتى رجال المرور، يعني سائقي سيارات، يعني أغلب إجراءات الوقائية في إقليم كردستان والتعليمات الصحية. لكن يعني الناس تفهموا موضوع أن لا مجال ولا طريق ولا سبيل غير التعايش مع الفيروس من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، وهذا ما قاله السيد محافظ أربيل والسيد وزير الصحة في وقت سابق، أن لا حل مع هذا الفيروس حتى الآن سوى الالتزام بالإجراءات الوقائية. لكن ينصب اهتمام الناس شيلان بشكل عام واهتمام السكان في إقليم كردستان وفي أربيل تحديدا على عودة النشاط السياحي، يعني فترة ركود كانت كبيرة جدا في إقليم كردستان وفي أربيل، يتطلع أصحاب المحال التجارية في هذا السوق إلى عودة النشاط يعني التجاري والاقتصادي، خاصة بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة يعني غلق الطرق ونتيجة جائحة كورونا التي أجبرتهم على إغلاق المحال لفترة طويلة. الحركة بدأت تعود نسبيا، يعني المحال التجارية هناك حركة ملحوظة داخل هذه الأسواق، السكان وأصحاب المحال يتطلعون إلى زيادة في هذه الحركة، وربما الأيام المقبلة ستسجل يعني أرقاما مرتفعة بالحركة التجارية في أسواق إقليم كردستان وأسواق أربيل تحديدا. نعم مصطفى، هل هناك تغريم للذين لا يتقيدون بالإرشادات الصحية سواء من أصحاب المحلات أو من المارة؟ على صعيد أصحاب المحلات التجارية هناك لجان خاصة تجري عمليات تفتيش مفاجئة، السيد قائم مقام أربيل الأستاذ نبز عبد الحميد يقوم بجولات بشكل شخصي، جولات مفاجئة برفقة لجان من الصحة ولجان من الأمن ولجان من الشرطة، يعني يباغتون أي محل لا يلتزم بالإجراءات الوقائية ويغرمون هذا المحل. الغرامة يعني قد تصل إلى أكثر من 1,000,000 دينار بالإضافة إلى غلق المحل لمدة تصل إلى أسبوعين، من أسبوعين إلى شهر كامل. الإجراءات يعني فيما يخص أصحاب المحال مشددة جدا، خاصة فيما يخص أصحاب المطاعم، لكن على صعيد المارة يعني لا أقول أن الإجراءات تتبع بشكل شخصي، لكن يعني هناك مفارس تنتشر بالعادة ليلا لمتابعة موضوع ارتداء الكمامات بخصوص المارة، الخاصة بالمارة. نعم مصطفى سلمان من أربيل، شكرا للمشاركة. شكرا للزميل مصطفى سلمان. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى سليمانية، معنا من هناك الزميل شير محمد ليطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات الصحية في المدينة. أهلا بك يا شير، تفضل لك الكلمة. نعم مساء الخير على الجميع. السليمانية مستمرة بتسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية. سجلت السليمانية 117 حالة إصابة بفيروس كورونا، من تلك الحالات دخل فقط 23
شخصا إلى المشافي الأربعة المتوزعة بمعالجة كورونا هنا في محافظة السليمانية، ليصل العدد الكلي لحالات الإصابة ويقترب من 11500 حالة إصابة حتى هذه اللحظة أو من بداية الموجة الثانية أيار الماضي وحتى الآن. إضافة إلى ذلك يعني الراقدون الآن داخل المشافي المتخصصة بمعالجة فيروس كورونا هو 194 حالة إصابة بكورونا، إضافة إلى ذلك من بينهم 177 تحت التنفس الاصطناعي، أما الباقين فهم يحتاجون إلى عناية بشكل أكبر. إضافة إلى ذلك سجلت السليمانية خلال 24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة، خمسة داخل المشافيها الأربعة المتوزعة هنا في المحافظة في المدينة والباقي في إدارتي رابرين وجرميان. إضافة إلى ذلك وبالتزامن أيضا سجلت السليمانية يعني نحو 30 حالة تماثل إلى الشفاء من فيروس كورونا. إضافة إلى ذلك قال المتحدث باسم صحة السليماني الدكتور إياد نقشبندي أن يعني عدد الذين تبرعوا بالدم ببلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا وصل حتى هذه اللحظة إلى 744 حالة، يعني قاموا بتبرع ببلازما الدم وهو يرغب يعني ويطمح ويدعو دائما إلى المواطنين المتعافين من فيروس كورونا التوجه إلى بنك الدم والتبرع بالبلازما، لأن ذلك يعني يسجل له السليمانية. حتى ذلك تحدث محافظة سليمانية عن هذا الموضوع أن سليمانية كانت سباقة باستخدام بلازما الدم لمعالجة المصابين بكورونا، لذلك يدعوهم بشدة التوجه إلى أقرب بنك دم وتبرع ببلازما الدم. إضافة إلى ذلك تستمر خلية الأزمة هنا بتجديد إجراءاتها يعني بالنسبة لتطبيق الإجراءات الوقائية الصحية على أرض الواقع. لجان المقامية تباغت المحلات التي لا تلتزم بالمحال التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية وتقوم بتغريمهم إلى غرامات تصل إلى نحو مليون دينار، إضافة إلى ذلك يعني إغلاق المحل أو المطعم إلى نحو أسبوع كامل، وأن تكرر الأمر يسجن الشخص ويحاسب وفقا للقانون قانون العقوبات هنا في إقليم كردستان. إضافة إلى ذلك يعني تقول صحة السليمانية أن نحن في مرحلة من التعايش مع فيروس كورونا، لذلك يجب الالتزام بالتعليمات الصحية، وهناك يعني سمير وشيلان هناك نوع من الثقافة المجتمعية هنا في السليمانية، يعني لا تكاد ترى الشخص إلا وهو يرتدي كمامة أو قفازات، يعني بحكم أنها كانت الأولى على مستوى الكردستان باستقبال فيروس كورونا، يعني كان الوباء منتشر هنا، بينما كذلك كانت لأنها كانت سباقة ولأن الوقت الطويل الذي قضته مع هذه الجائحة هنا محافظة السليمانية، لذلك تحول الأمر إلى ثقافة مجتمعية. نعم الزميل شير محمد مراسلنا من